المعتقد الصحيح للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله على طريقة السؤال والجواب، أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، وهو المعروف بمئتي سؤال وجواب في العقيدة، وهو تيسير الوهاب في تقريب مئتي سؤال وجواب لأطفال الكتاب، شرح الأصول الستة للإمام المجدد رحمه الله تعالى في سؤال وجواب، شرح القواعد الأربع للإمام المجدد رحمه الله في سؤال وجواب، شرح الثلاثة الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في سؤال وجواب. وهذه الكتب من جمع وإعداد عبد الله بن محمد بن سعيد الرسلان، وهي من علم أهل السنة الأثبات وكلامهم وتقريراتهم في أصول الاعتقاد. وطريقة عبد الله فيها إما بصياغتها على طريقة السؤال والجواب، وإما بتقريبها تنسيقا وترتيبا وإعدادا وتبويبا، وقد نفع الله الكريم بها جما غفيرا، وصحح بها كثيرا من مفاهيم العقيدة الخاطئة، ولله تعالى الحمد والمنة. وعبد الله بن محمد بن سعيد رسلان نشأ تحت عينيه، وتربى في حجر منهج أهل السنة، وعلى أصول منهاج النبوة، معظما للعلماء، موقرا لهم، ناشرا لآثارهم النافعة، ومذيعا لمناقبهم الرائعة. وشدته على أهل البدع والضلال معروفة عنه تماما، كبذل نفسه لرعاية إخوانه من أهل السنة وحياطتهم ما أطاق بخدمته، وكذلك حزمه في الإدارة والضبط مشهور عنه ومحمود له.